السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن الباوندري كات. احنا اتكلمنا عن الفيديو اللي فات عن الباوندري بوز او بيس، ان ازاي نعمل باوندري بوز او بيس انا وفيتشر، نستخدم بقى ازاي لو هعمل باوندري كات. طب ازاي؟ انت تعالوا نرسم حاجه كده. انا المفروض انا عندي مثلا زي موديل، الموديل ده سهل، ريكتانج مثلا زي كده. اوكي، وتعالوا نكسترود كده فيه. تمام، اكسترود مثلا 0.25. اوكي، يعني خلينا نكسترود كده. حلو، انا بقى هعمل كاتنج فيه. طب ازاي بتعمل كاتنج فيه؟ اول حاجه خالص ان انا هعمل ايه، ان انا هشوف ال يعني ال الدومين بتاعي ده، فهرسم اول حاجه خالص ال سكتش عليه. تمام، هرسم مثلا، ايه رايك نرسم دايره؟ تمام، ده شكل الدايره. ماشي، حلو قوي. وبرده الناحيه ديت انا كده خلصت الرسم. تمام، انا بقى نشوف ايه تاني. عندي مثلا الرايت بلين في النص اهو، انا عايز بس يكون في النص، يكون عند الشكل ده. تمام، فانا هعمل بلين تاني. البلين التاني ده هو والله نروح، لو فاكرين بلين اهو في الرايت بلين، وهمشي شوية كده تاني. حلو قوي كده، واعمل اوكي. ماشي، اجي بقى في البلين ده واعمل عليه نورمال، وبعد كده اعمل عليه سكتش وارسم تو لاينز مثلا. ايه رايكم؟ خلينا نرسم اهو، يعني انا عايز ارسم بس، يعني انا هرسم حتى السكتش بتاعي اهو. خليني معلش انورمالايز على الشكل بتاعي، هرسم ارك. تمام، هو بادئ من هنا اهو. اوكي، بس انا عايزه يعني حاجة كده، وهشد ده كده شوية. تمام كده، بس هشده كده. تمام، حلو ماشي. وأنا عايز بس أعمل برضو حاجة تانية، إن أنا هعمل ده مع ده، وأعمل حاجة اسمها بيرز. تمام، ده بيعمل إيه؟ ده عشان يخلي النقطتين مع إيه، على اللاين ده. أوكي، حلو. برضو هرسم لاين تاني، أروح للسكتش ده برضو، وهرسم أرك تاني. ممكن مثلا، ممكن برضو من هنا اهو، لو انتوا شايفين يعني من حتة السلندر. ولو انت مش عارف مش مهم، يعني هاتها في اي مكان. خليني بقى اخد ده كده. تمام، بس حلو كده. تمام، نيجي برضو النقطة ديت. لو النقطة ديت مش على السيركلر عادي، بتعمل لها ايه؟ بيرس، هتلاقيها ايه، اتعملت معايا. حلو قوي كده. فاضل اخر، نعمل برضو دي. فاضل اخر حاجة وهو ده، نقف هنا ونعمل سكتش. السكتش بتاعي هيبقى عبارة عن ريكتانجلر. تمام كده، الريكتانجلر ده ان انا عايز اخلي بقى ايه، بص انا هخلي النقطتين دول، يعني النقطة الأولانية تمام، النقطة دي واللاين ده دي كونستنت. تمام، النقطة دي واللاين ده خليه كونستنت. تمام، حلو قوي كده. واطلع من هنا، اخش برضه على السكتش تاني ده، معلش السكتش، واخد النقطة دي. بس عشان خاطر ماشي، هو لازم يكون الرسمة مرسومة قبلها. يعني احنا لو طلعنا ده كده فوق، عايز اخليها، طب خلي السكتش فوق برضو. ماشي، خلينا نجرب. فلا بقى نجرب، انا اعمل باوندري كات. باوندري كات هيقول لك اول حاجه قول لي الايه الدايركشن بتاعي، فانت تقول والله إيه ده. تمام، و ده تمام، و الدايركشن 2 و ده بس كده. تمام، شايفين هو عمل ايه؟ هو عمل باوندر. انا حددت له بس الباثز، حددت له فيها كمان الدايركشن اللي هيمشي عليه، وهعمل اوكي بس كده. هذه راح هو عمل لي الباوندر بتاعه. بص الهوله اتعملت. تمام، ممكن نبص نعمل سيكشن في فيو مثلا، ايه رايكم؟ اهو، خلينا ايوه بس، فانت شايف كده اعمل الكاتنج بتاعنا بالباوند اللي احنا حاطينه، حاطين هنا سلندر، حاطين هنا او سيركل، حاطين هنا ريكتانجلر، وقدر يعملوا بيه. بس كده، دروب لي كومنت وفيد، وان شاء الله نتقابل بقى في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.